أيها الأخوة، افرحوا واسعوا إلى الكمال وتشجعوا وكونوا على رأي واحد وعيشوا في سلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. لعل فعل تشجعوا بصيغة الأمر الذي يطالب الرسول بولس أهل كورنثوس بعيشه يختصر رسالته إليهم. فعلى رغم كل الظروف الصعبة والأزمات التي تمر فيها الكنيسة والتي سبق أن أنبهم عليها الرسول، يعود إلى الرجاء المسيحي الذي يملأ حياته ليطلب منهم أن يتشجعوا. بماذا يتشجعون؟ أبضعفهم أم بخطاياهم؟ هل يتشجعون بانقساماتهم أم بالضياع الذي هم فيه؟ إن الشجاعة التي يطلبها الرسول بولس من أهل كورنثوس لا تأتي من قواهم الخائرة، إنما من إله المحبة والسلام الذي لم يطفئ رجاءه فيهم. وبولس الرسول هو الأجدر بإسداء تلك النصيحة، فهو الذي في وقت ضعفه اختبر قول الرب له: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في ضعفك تكمل. ورسالة الله لنا اليوم على لسان بولس الرسول: تشجعوا، على رغم كل الصعوبات الصحية والاقتصادية والسياسية التي تعانون منها والتي تتخبطون بها، تشجعوا، لأن شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات، فلا تخافوا. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.